وصل صوتك. اللي تعرفوا هم يجمعون على كل هذا في
العباده دي نجم نأديه للمصدر الثاني من أعطينا وعطيكم الله. احنا ما دينا كنا مع بعضنا نجريو علاش جاري جاري ينجم يعاوننا برشا ستيميل معنا ستيميل لغوان ستيميل لميموار جاري جاري ينقص من الأدوية ضغط الدم ينقص من السكري ولذا الكل مع بعضنا من الصغار الكبار كنا بدينا نمشيو وإلا نجريو كل واحد والقدرة بتاعو. فما حاجة اللي تونس كل اللي تبغى تعرفها البراتيكوم تاع سبورت في تونس كذا بالميال تو قد فوالا لازم تشجعوا وقت لازم وقت التصفيق يا جماعة رئيس قسم دوري الاحتياجات الخاصة بنادي الرياضي الحرس الوطني اليوم استدعتنا الاساسيسيون هذيا كونتر الزهايمر باش نحضروا ليفينمون هذيا وباش نجريو في الران المزيان هذيا باش نقولوا اللي بالسبور نقاوموا الحاجات الخايبه باش نقولوا اللي الشعب التونسي يحب الفرحه هذيا باش نقولوا اللي تونس لاباس ونبعث رسالة للعالم الكل نقولوا تحيا تونس يحيا الشعب التونسي تحيا الرياضه في تونس. السلوكيات نتاعنا ونثبتوا طريقتنا في العمل طريقتنا في سلوكنا نتاع كل يوم راهي كلنا باش نولوا لاباس وتولي تنقص خاصة مرض المزمنة كما السكر كما خرط الدم وهذا نشوف الشباب اليوم واعي بهذا مناش مكان نحييه. وصحة البشر أهم حاجة في الدنيا والرياضة هذا عندها فضل كبير كبير باش نقول على الناس الرياضة هذه الشباب سواء كبير ولا صغير يعمل كل نهار حتى نصيب ساعة من ناحية الصحة والرياضة هي أهم حاجة هذا المثال للسيارات وكل في كل مكان من كامل الجمهورية الرياضة أهم حاجة للصحة تحية للأساتذة تحية للجمعية اللي خليت نجمعنا اليوم حول موضوع مهم وخاصة عزيز فرحانة برشا اللي بوجود الأعداد هذيا في التظاهرة الأولى يعني في الإيديسيون الأولى نتاع ميموري ران تونسيا يعني نشكر الناس الكل اللي جات اللي نجحت التظاهرة هذيا نشكر الإعلام اللي كان يعني موجود نشكر إذاعة المهيج يعني هذيا كانت يعني إيديسيون الأولى إن شاء الله في الإيديسيون الأخرين اللي مشي نعديو باش نمشيو جهات الكل في تونس باش نحسوا قيمة الرياضة باش نعملوا تقاسي ارتفاع ضغط الدم والسكري باش نحسوا الناس على الملل الزايمر معناها مرض الزايمر يعني شكرا لكم.